للوزير طبعا عذرا على المقاطعه اليوم من خلال حديث زملائي طبعا وحديثك الجميل حول هذه الاشياء اللي هي بها رسائل مهمه ومسجات للشعوب خاصه والاجيال المتعاقبه عن حرب اكتوبر والى اليوم هذه المعركه التي يحتفي بها العرب جميعا مو فقط على صعيد مصر للمشاركه والقضيه العربيه الواحده. اليوم تحدثت بكلام جميل عن المنتج الفني على طريق الدراما في مصر، كانت هناك تجسيد لعمليات كبيرة لمقارعة الإرهاب، أيضا في العراق كانت هناك عمليات تحرير كبيرة، حاول كاتب النص والممثل أن يجسد هذه الشخصيات عن طريق الفن والإبداع. يعني اليوم الدور الإعلامي مو فقط على المؤسسات الإعلامية فقط، اليوم دور المثقف والكاتب والفنان والشاعر بأن يوثق هذه المراحل التاريخية كي تعرفها الأجيال وكي تكون مسجات إلى المستقبل. صحيح، اليوم المسألة أصعب. زمان كان يطلع تحليل يسموه الرأي السياسي بإذاعة الصوت العرب أو من إذاعة الأردنية أو من إذاعة السورية ويحكي للشعب عن موقف سياسي، عن رأيه بقضية سياسية، خلص الناس تسمعه، أو يطلع مقال بجريدة افتتاحية وخلص. اليوم الناس بدك توصلها، صار في خلنا نقول نفور من الرأي من عامة من الأجيال الجديدة، ما بتحب المطولات وما بتحب الكلام اللي بهذه الطريقة، بدك توصله، بدك تجتهد حتى توصل صح للجمهور بطريقة أكثر. وهذه مسألة ما عادت سهلة اليوم. ليش بقول لك دور الإعلام بتراجع؟ لأنه في يعني استسلام للوسائل القديمة، أهل الإعلام ما بيبذلوا جهد في تطوير أدواتهم. يعني نفس المنتج، أنا بدي أقول للناس أنه في إنجاز كبير اسمه حرب رمضان وحرب أكتوبر، في انتصار على إسرائيل، في خط برلين. هذا المنتج اللي كنت أحكيه بالسبعينات بطريقة ما، بدي احكي بالثمانينات بطريقه مختلفه، اليوم بال 2020 و21 او بال 2030 ما بنفع احكي اوصله للناس بنفس الطريقه، فنفس المنتج، نفس المضمون، نفس الرساله، بس بدك تحملها انت بطريقه مختلفه. فهذه هذا جهد كبير، ما عاد الاعلام، اذا الاعلام بده يضل يركن على طريقته العاديه، طريقه البرامج، طريقه الاخبار، طريقه هاي كله بده الناس تفكر، اليوم الاعلام اذا ما فكر، شوف الصحافه الورقيه على سبيل المثال. اليوم بتشوف بالعالم في تراجع بالصحافة الورقية، صحيح، بس في رجعة في بعض الصحف مثلا بأوروبا بأمريكا صارت تنحل للتحليلي، لأنه الخبر اللي بنشره أنا بجريدتي بكرة الصبح بكون الجمهور شافه مبارح صحيح، فلما يكون أنا حاطه على 5 أعمدة ولا 8 أعمدة على الجريدة كبير ما بيقرأوا لأنه شافوه كثير صح وشافوا عليه تحليلات في الفضائيات، ما عاد في شيء مدهش، فقدنا حتى رائحة صح الورق مال الصحف فقدنا. أنا قصدي فأنت عمليا بدك تروح للصحافة التحليلية أنه تيجي تمسك حدث وتحلله، بس مش تحلله من باب المديح أو الذم أو الشتيمة الواقعية السياسية، لا بدك تحلل علم صح. يعني اليوم صحيح ما عاد أنت بدك تعتمد على العلم. ليش التقارير اللي بتطلع بالصحافة الأجنبية، مثلا بيجي صحفي أجنبي بزور الأردن، بزور مصر، بزور العراق، بقعد شهر بيشوفها السياسيين وهالأهل الناس صحيح، وبيطلع بكتب 1500 كلمة هالقد، بس كل الدولة بترجع في صح بترجع بتقرأ وبتهتم فيه لأنه بكون متعوب عليه، يعني عامل طبخة إعلامية وطبخة سياسية، أنت مع أنه عن بلدك بس أنت بتقرأها عنه وبتكتشف أشياء أول مرة بتشوفها طبعا. فاليوم بدنا نتعب بالإعلام العربي، بدنا نرجع نتعب ونبذل جهد كبير حتى نقنع جمهورنا يسمعنا ويشوفنا ويقرأنا، لأنه وإلا الناس كل ما فيها أنا بتصور كمان معي الوزير، هي كانت الطبخة، حضرتك تتكلم عن الصحافة، أعتقد أن هي حتى المواقع الآن هي عنوان الخبر، أصبح عنوان الخبر في مادة جاز بشكل الخبر، الصورة المصاحبة والأرقام صحيح. يعني فدي عايزة، وأعتقد أنه في كتير من المواقع الصحفية بدأت تتنبه لهذا الشيء، فبقى حتى القراءة سريعة جدا، تقرأها في الصباح، تقرأها في السيارة وقت الزحام المرور، تقرأها في أي وقت. حتى الإعلام بقى ياخد يعني مثلا بيت للكل، احنا بناخد جزء من حديث حضرتك الآن هينزل على السوشيال ميديا، فهيبقى هذا الكلام مؤثر في أكثر في أقل من دقيقة أو مثلا 30 ثانية. الناس اليوم توجهت كلها للحكي المكثف، المكثف السريع غير القابل للمط، المقنع والمقنع والدسم الذكي، لانه انا بقدر امسك ميكروفون باي محطه تلفزيون ولا اذاعه وضل احكي 24 ساعه بس ما حدا بسمعني، فعمليا كل اللي بعمله انا يعني ملوش تاثير على الاطلاق. اليوم بدك تكون مقنع، وبنرجع بنحكي احنا كاعلاميين لما بدينا بالاعلام كلياتنا من بداياته بنحكي على المصداقيه، انه انت بالتعبير الشعبي المحترم في اعلام محترم،
يعني انت لما بتسمع القناه تكون تثق انها صادقه طبعا صحيح. انها مهنيه ما عندهاش زي ما بقول اخواننا المصريين همبكه يعني سياسيه واعلاميه لا تلاقيها متزنه اذا يجب ان تكون دقيق في الخبر والمعلومه حتى تكون لك مصداقيه في مصداقيه للاشخاص للكتاب مثلا الاعمده او صحفيين او مقدمي البرامج وفي مصداقيه للمؤسسات اذا المؤسسه فقدت مصداقيتها لانه بقولوا دائما اسف بدي استعمل زي الجزاز وزي المراه الاعلام في اللحظه اللي بيفقد يعني شيء منه صحيح. صعب ترجع ترمم هذه الصوره صحيح. فبدك تحافظ على مصداقيه الاعلامي وانه ما يكون عنده يعني بيع وشراء واشياء زي هيك وتحافظ على مصداقيه المؤسسه تكون عندها مهنيه والمصداقيه على طول تكتسبها بالمهنيه ما بدها شيء خلطه عظيمه بدها مهنيه تكون المهنيه هو الاعلام اللي بنعرفه احنا البسيط اللي تعلموه الناس في في في, في الاكاديميات الاعلام انه القصه بتعالجها بكل جوانبها بهدوء وباحترام وباحترام لعقل المشاهد او القارئ يعني ما تقعد تتذاكى على الناس صحيح. زمان تتذاكى لانه انت المصدر الوحيد للمعلومة يعني هالريموت في قناه واحده بضل ما مش مضطر الا يضل يسمعك بس اليوم ثانيتين اذا ما اقتنع فيك على طول بده